يعني بدات توجه الرجاء بالبطوله بكاس العرش، كيفاش كتشوفوها مستقبلا؟ ما كنظن فرق الرجاء فرق كبير، لان ماشي اليوم اللي غيفوز بالبطوله والدوري ولا بكاس كاس العرش. ففرق الرجاء معتاد في التاريخ ديالو انه دائما كيحقق ألقاب كبيره، رغم انك دوز واحد المراحل اللي كيعيش واحد الاوقات صعبه اللي كتبان ليا شيء عادي في جميع الفرق. يمكن تعيش واحد الفترات صعبه ومن بعد كترجع، والرجاء عاد بقوه هذا الموسم وخلق واحد الموسم اللي حقق فيه ارقام اللي غتبقى في التاريخ، ارقام استثنائيه. لان ماشي سهل اليوم باش توج بزيرو ديفات، ما سهلاش. اليوم فريق الرجاء في المسار الصحيح، دار اسس متينه، نتمنى ان شاء الله يعود بقوه للساحه الافريقيه. هذا ما اتمناه، لان فريق الرجاء اليوم ما بقاش مسموح لي الا باش ينافس في القاره الافريقيه، ولا سيما في منافسات عصبه الابطال. بالنسبه لكم التركيبه اشنو خاص مازال؟ وكنظن فريق الرجاء اليوم بواحد 80% فيه واحد جل عناصر متمرسه، عندها تجربه افريقيه ودوليه. اكيد انك باش تنافس فرق من حجم الاهلي المصري والزمالك والترجي ولا سان داونز ولا الفرق ديال افريقيا جنوب الصحراء، فلازم تدعم الفريق لا سيما في خط الدفاع، ويكون المراكز يعني بشكل كيف كنقولوا دوبل في قيمه كبيره، باش الفريق يكون يعرف كيفاش يجيري كاع اللي طابلو اللي غيلعب عليهم، ويكون في الموعد في المنافسات المحليه والقاريه. يعني مؤخرا شفنا بعض الفرق كدير انتدابات، خاصه كتجيب لاعبين من جنوب افريقيا، واش هذه مساله صحيه؟ عادي، هذا شيء معمول به، لان ماشي اليوم عا باش غادي كيلاعبين لاعبين افارقه اللي كيجيو يعزوا الفرق ديالنا. ففريق الرجاء يعني ما مروا به افارقه في مستوى عالي وخلوا البصمه ديالهم في تاريخ النادي، فاكيد الا كان داك اللاعب اللي كيعطي اللي فيه الجوده واللي غادي يجي ويحقق ما كيتمناه نادي الرجاء البيضاء فمرحبا به. واكيد ان فريق اليوم الرجاء ما مسموحش ليه الا باش يجي ليه الا اللاعب اللي في مستوى عالي. بالنسبه للانتدابات الاخرى خاصه من محليين، وكنظن دابا شويه صعيب باش تنتدب اللاعبين اللي كيكونوا تحت عقد مع فرق، لان اليوم كلشي كيتنافس، والتنافس على اللاعبين المحليين شوفي، لان الكل كيشوف انه كيبغي يحقق تتويجات، والتتويجات هي اللي كتخلي اللاعبين يتصارعوا على اللاعبين المحليين. فاليوم صعيب باش تجلب لاعب اللي عنده عقد ولا تلاسى ليه العقد ديالو، فكيلا كان لاعب مميز راه كتبان لي افاق اخرى. واكيد ملي كيكون في شي عقد شي يعني انتداب ليه بالنسبه للرجاء البيضاوي فراه كيكون مرحب به، لان فريق الرجاء من حجم كبير واي لاعب كيتمنى يجي يلعب فيه. يعني بالنسبه لكم اشنو هي النظره ديالكم للكاس الافريقي اللي غتقام بالمغرب؟ واكيد انا من المنتظر تكون احسن نسخه، لان كنعرفوا المغرب الحمد لله طور كثير بالبنيه التحتيه ديالو، وسبق ليه ونظم بزاف المسابقات ونجح فيها بشهادات الجميع، فاكيد كنتظروا النسخه اللي غتبهر للجميع. وما انا نتمناه اكثر هو التنظيم نجح ويكون منتخبنا هو الفائز بها ان شاء الله. شكرا لكم. لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد.